السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا أكلة كمان خفيفة، لأنه بعد شهر رمضان اللي انتهى بإذن الله تعالى بقبول طاعاتنا كلها إن شاء الله، حنعمل أكل كتير خفيف ليكون تعويض عن هالدسم اللي أكلناه خلال الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك. الأكلة هاي حنعمل كرات البطاطا بحشوة الزيتون. يعني أنتوا ما مقدرين قديش الزيتون طيب مع البطاطا. حنعمل الحشوة مع الجبنة، جبنة الموتزاريلا. هلأ شو عنا المكونات؟ أول شي عنا بطاطا مسلوقة بدنا نهرسها، نعملها بطاطا بيوري. طبعا بتعرفوا البطاطا البيوري مع البيض مع الحليب ومع القرفة، لأنه بتحب القرفة ورشة الملح، ومنعملها نحفرها الكرات، نحفرها ونحط فيها حشوة اللي هي حشوة الزيتون والجبنة. بعدين منغلفها مثل ما شايفين بالطحين، بعدين بالبيض، بعدين بالكعك الناعم، بعدين منقليهم وحنشوف شو حيطلع معنا. هرستهم أنا، بدي أضيف لهم الحليب. أنا سمكت الحليب هون، حطيت بودرة الحليب كمية والمي أكتر، يعني كتيرة والمي قليلة. هلأ بدنا نجرب نحنا، حضيفهم كلهم. هني بيطلعوا نص كوب مي. بدي رش لهم رشة ملح خفيفة، طبعا حسب الرغبة الملح، رشة ملح خفيفة بس، ورشة قرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي رشة قرفة كمان خفيفة، وعنا سبع بهارات كمان رشة خفيفة. هلأ مخليت نختلط المكونات كتير منيح لنعمل منه العجينة قابلة للتشكيل لنشكلها. هلأ أنا خلطة البطاطا أضفت لها ملعقتين طعام طحين حتى لي جمدتها شوي. هلأ بياخد أنا كمية بإيدي، افتحها بهالشكل، شفنا، بحط فيها حشوة الجبنة والزيتون، ما بدنا كتير زيتون فيها، مثلا حبتين زيتون كتير منيح، لأنه أساس الحشوة هو الزيتون، مشان هيك لازم الزيتون يكون بكمية تحس بطعمتها نحنا وعم ناكل. هلا صارت الكرة مقفلة، شفنا، حطها بالطحين، خلطها بالطحين، بغلفها، يعني بغلفها منيح، شفنا. هلا بشيلها بإيدي، بسقطها بالحليب. هلا الحليب أنا حقرب لكم لحتى تشوفوها، بس أنا بعدين ما بيعود يأثر معي، ما بحملها. هلأ بس لتشوفوها كتير منيح. هلأ بغلفها منيح بالبيض، شفنا، أنا البيض خالطة معه حليب ورشة قرفة، حطيناها بالكعك. هون صارت بالكعك، منغلفها منيح بالكعك الناعم المطحون. الكعك المطحون بيعطي طعمة أطيب من الخبز المطحون. هلأ بشيلها بحطها بالصينية وبحضرها، بحضرها للقلي.
وهيك حكمل أنا الباقيين، انتظروني. هون حمينا الزيت، حميناه كتير منيح، بلشنا نقلي الكرات اللي حشيناها من شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نقليها لتحمر، يعني أكلة بسيطة وسهلة من المكونات الحاضرة اللي عنا بالبيت. بسم الله. نحمرها منيح، شوفوا درجة الاستواء تاعتها، فرجيكم اياها وبعدين بكمل انا الباقي باذن الله. هلا هيدي كأنها عم نقلي نحن بطاطا هيك. يعني سهلة بسيطة خالية من الدسم، إلا القليل يعني الحليب اللي كامل الدسم، وعنا الزيتون ما ننسى والجبنة. نقلبها بهذا الشكل حتى ما تطس علينا هيك. أبطر. هلا صار فينا نشيل هاي لأنه كملت استوى. شفنا هلا بكمل الباقيين انا وبرجع لكم باذن الله. هيدي اكلتنا اللي عملناها اليوم، حنرش عليها شويه اخضر لنفتح لها لونها شوي، يعني ما كتير. بتحبوا تاكلوا معها، يمكن تشربوا معها لبن، تشربوا معها عصير برتقال فريش أو أي شيء بتحبوه، كله بيسوى. وتاكلوا معها كبيس. هلأ حنشيل نحن حبة ونقطعها ونشوف شو داخلها. مقرمشة، شفنا محلها الجبنة اللي بقلبها، شفنا الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. مندوقها جبنة الموتزاريلا، عاملة عمايلة. بسم الله الرحمن الرحيم. مندوقة كتير طيبة، طعمة جديدة، والزيتون طيب معها مع الجبنة، طالعة كتير طيبين. بتمنى أن تكون عجبتكم وتجربوها. ما بتاخد وقت كتير ولا مكونات كتيرة، وطيبة ومغذية وخفيفة. إن شاء الله تجربوها واذكرونا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.